بنات الحاجب بيتقسم ثلاثة. أول حاجة شعرية الحاجب الأولى لازم تكون بادئة مع عظمة الحاجب زي ما أنا عظمة الأنف زي ما أنا عاملة كده. دي أول شعرية هنا، بمعنى إن لو واحدة عندها دي فاضية بعمل شعريتين على الجلد بحيث إن أكون بادئة من أول عظمة المناخير. طيب لو عوجت فرشتي كده دي راس الحاجب أهي. طيب لو عوجت فرشتي أكتر نهاية الحاجب، معنى كده إن حاجبها قصير جدا، يعني المفروض إن ده يبقى واصل لحد هنا لحد الايلاين. دايما اللي حواليه يبقوا موعه كده بنقول لهم شيلوا كام شعريه عشان تفضوا ايه مساحه. طيب ادي اول حاجه. تاني حاجه بعمل خط يقابله فوق، اهو، وهبدا انزل بيه اخليه يقابل الايه الخط التاني بالظبط. حد مش فاهم حاجة؟ سهل جدا. طيب بعد كده بملاها ازاي؟ كده لفوق، بملاها كده. شعراية وابعد، شعراية وهقف. ليه وقفت؟ عشان انا ده اولي خلاص رسمت على الجلد اهو الشعرات. صعبه، شايفه ايدي فين؟ ايدي فين على مناخيرها وايدي اللي بتطلع. ما ينفعش اعمله كده، لازم كده وايدي اللي بتطلع بتشد الشعرايه وتبعد، تشد وتبعد. ليه ببعد؟ عشان ادي فراغ، يا اما هيقفله زي التاتو.